أهلا بالعصافير الصغار في قناة العصافير الصغار. هذا أول فيديو من سلسلة فيديوهات راح نعرضها في القناة، واللي فيها بنتكلم عن محطات زيارتنا إلى المدينة الجميلة في السعودية، وهي مدينة أبها، واللي ناس يسمونها رب الخليج لأن أحوال الطقس فيها رهيبة وفيها مناظر خيالية، وفي الصيف تكون باردة. ما نطول عليكم، خلنا نبدأ بالفيديو الأول اللي بنتكلم فيه عن المحطة الأولى، وهي طريقنا من البحرين إلى أبها. قبل ما نبدأ ونعرفكم عن رحلتنا والأحداث فيها، نتمنى أنكم تضغطون على زر الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتشوفون برنامجنا الكامل في مدينة أبها. ونبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نطلع من البحرين بيومين سوينا فحص كورونا، وفي ناس صاحت من الفحص. هذا سجار سوى له سجار سوى له الفحص. هيدار عقب ما خلصنا كورونا شلون الفحص؟ عادي، بس هني الصوب خرقوا لي خرق، كانوا يحفرون قبر. كان هذا تاريخ 8/1/2021، ولكن عشان السفر اتحملنا الفحص، وبعد ما طلعت النتائج الكل سليم تعدينا للرحلة وجهزنا الشنط لأن بنروح بالسيارات، وكنا 3 سيارات و4 عائلات. طلعنا الصباح وتوجهنا للجسر. بعد ما خلصنا الإجراءات اللي نقدر من خلالها نطلع من البحرين وندخل السعودية، دخلنا السعودية الساعة 10:30، وكانت الماما رتبت السيارة عشان نقدر ننام فيها لأن بنحتاج نمشي وقت طويل. وهني وقفنا في أول محطة عشان نصلي، واللي محتاج حمام واللي يبي شي ياكله، ونواصل المسير. ها حمود قول تشيز. خلاص نم سويت لالو في هذه المحطة شفنا بنوتة فيها أوصاف زينة وصورناهم مع بعض. لوجين والنعم، وانت تشوفون بعض؟ تشوفوا طالعوا بعض تشوفون؟ ها نفس السايز ونفس الشعر نفس الثياب، صدفة مرة واحدة صح؟ يعطيكم العافية. وبعد الصلاة you
الحين الساعة 7 في السعودية، بعدنا في المحطة وما زال علينا 9 ساعات. حسب جوجل مكتوب 12 ساعة 13 ساعة، ولكن بعد التشيك بعد الطريق الشيء الحقيقي كان مختلف، وبالذات ان جوجل عطانا شيء واللوكيشنات الثانية عطتنا طرق ثانية، فهذا سبب عندنا خلل يعني. وردينا وصلنا المسير ودخلنا منطقة عسير اللي فيها أبها وقت صلاة الصبح، وصلينا في أول مسجد في الطريق. هذا أنا وعمي أول ما دخلنا عسير بمحطة عبد الهادي القحطاني. يا سلام، وهذه اللي هو مكتوب عليها برادة عبد الهادي. نعم نعم، هذا هو السماء. شوف السماء شلون، يا الله ايش رهيب. وهذا الحين لحد الان الشمس ما طلعت. ايه اي والله، وكان الجو بارد وكانت السماء جميله. المهم ردينا وصلنا المسجد. مولاي يا أنت المولى وأنا العبد، وهل يرحم العبد إلا المولى. وكان جميل وقت طلوع الشمس، استمتعنا بالجبال والمناظر الخيالية، وأكثر شي استمتعنا فيه القرود اللي طلعت لنا من الجبال. صباح الخير، عليك درس الحين. درسوا ايش عاد؟ ما ادري، انا ما هو عند الجدول. عدل عدل حمود، عليك درس انت. وش الدرس؟ يلعب. قول له ما يجون بعنا. فلتي فلتي الموت، فلتي الموت نكشور، ما فلتي الموت. بعد اقول منهم علمهم ان احنا نحب قشور الموز. فلت له موزه واحده. طالك وجوها جمال، طالها الصغير اللي فوق هذا.
بعد ما أكلنا القرود واستمتعنا وياهم وصلنا المسير عشان نروح مدينة أبها. وصلنا أبها عند الساعة 7:33 صباحا، أول دخولنا إلى أبها. وصلنا إلى السكن بالسلامة. وكان الجو ممطر وبارد. السلام عليكم. وصلنا طبعا الصباح الساعة 8، ومن وصلنا هذه الأمطار. طبعا احنا سكننا في فندق الحين هذا اخذناه ولا فيها يعني ما ندري، ما يعني من التعب الواحد على قولتهم ياخذ وبس. وانتظرونا الفيديوهات القادمة لنراويكم المناطق الجميلة اللي زرناها في أبها. باي باي يا عصافير الصغار.